Assalamu alaikum. Hi dears, I miss you. وحشتوني جي 3. Today we will talk about measuring time. النهاردة هنتكلم عن how to measure the time. قبل ما نتكلم عن كده لازم اعرف الفيس اوف كلوك او كلوك فيس. عايز اعرف شكل الساعة بتاعتي كده عامل ازاي. انا عندي اي كلوك بتتكون من 2 hands. في long hand وفي short hand. long hand ده خاص بالminute hand. والshort hand اللي هو دوت خاص بالhour hand. تمام؟ يبقى اللونج هاند اللي هو المينيت هاند بيشير للمينيتس والاور هاند بيشير للاور. يعني قدامي مثلا التوقيت اللي انا شايفه قدامي عندي الشورت هاند عند ال11 واللونج هاند عند ال4. يبقى معنى كده ان هنا الساعة 11 o'clock. 11 بس لا 11 past. لما تكون الساعة وي يبقى بقول عليها past. طب past قد ايه؟ كل step between any two numbers on the clock بتعبر عن 5 minutes. يعني من 12 لل 1 دول 5 minutes. انا عندي هنا 1 2 3 4 5. يبقى كل dot من دول ب 1 minute. يبقى من 12 لل 1 كده 5 minutes. طيب دي من هنا لهنا 5 ومن ال 1 لل 2 كمان 5 يبقى كده بقت 10. من ال 2 لل 3 كمان 5 كده بقت 15. من ال 15 او من ال 3 لل 4 كمان 5 بقت 20. يبقى انا اقدر اقول على التوقيت دوت او وقت الساعة دي it's 11. لا يا مس احنا حضرتك كنتي بتقولي احنا المفروض السنة اللي فاتت كنا بنقول ان المينتس قبل الاورز. اكسلنت. يبقى هقول it's 20 past 11. اوكي هقول it's 20 past 11 يعني الساعة 11 وتلت بالعربي بتاعنا كده. تمام؟ ده بالنسبة لشكل الساعة ونحنا ازاي نقرأ. احنا اتفقنا ان كل two numbers between بينهم 5 minutes. من 12 لل 1 5 ومن 1 لل 2 5 ومن 2 لل 3 5. كل ده افضل ماشي. انا وصلت لحد هنا ان دي 20. يبقى هنا 25. هنا 30 35 40 45 50 55 هنا بقت 60. يبقى انا كده عديت اور كاملة. يبقى كأن المينيت هاند لما مشي كل المسافة دي لما وصل لهنا وصل ل 1 اور. كمل اور كاملة. يعني لو هي مثلا 20 past 11 يبقى هتمشي 25 past 11 30 past 11 35 past 11 40 past 11 45 past 11 50 55 past 11. هنا هزود على 55 past 11 كمان 5 بقت 12. يبقى it's 12 o'clock. هيكون الاور هاند وقتها اتحرك بقى على 12 والمينيت هاند كمان بقت على 12. اوكي طيب يهمني كمان ان انا اعرف لما يبقى المينيت هاند على ال 12 والاور هاند على اي توقيت يبقى دي ما فيهاش باست. يبقى دي هقول ايه it's 3 o'clock. It's 3 o'clock. هي كده الساعة 3 بالظبط. خلاص كده الساعة 3 بالظبط. طيب لو هي عند المينيت هاند عند 6 اللي هي لسه قايلينها 30 مينيت فممكن اقول 30 مينيت باست 7 او اقول it's half past 7. half past 7 لان 30 مينيت هي الهالف. تمام طيب هنا quarter past 4 كوتر باست 4 كوتر اللي هي ال 15. تمام يبقى الكوتر هي ال 15. طيب هنا مثلا بقول اتس 25 باست 2 25 باست 2 احنا اتفقنا ان احنا بنمشي 5 مينيتس 5 مينيتس يبقى هنا هتبقى 25 باست 2. تمام طيب ده بالنسبة لان انا ازاي اعرف التايم. لكن في عندي يونت علشان اقيس بيها التايم. زي ايه اليونت دي؟ احنا اتفقنا ان احنا كل حاجة عندنا لازم ليها يونت بقيس بيها. بالنسبة للتايم انا بستخدم المينت وعندي ال 1 مينت equal 60 second. 1 مينت equal 60 second. تمام؟ كمان عندي اليونت التانية هي ال 1 hour. الاور بقيس بيها التايم. الاور equal 60 مينت. الاور equal 60 مينت. طيب في كمان day. ال 1 day في 24 hour. 1 day equal 24 hour. في كمان ال week. ال 1 week في 7 days. 1 week equal 7 days. تمام طيب 8 days of the week. لو نسترجع كده المعلومات القديمة بتاعتنا بتاعت زمان
في عندي Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. يبقى هم دول seven days of the week. تمام؟ كمان حابة ان احنا نتعرف على الكالندر. كنا واخدينها في grade 2. الناس اللي متذكرة معايا كنا بنقول في عندي كالندر هجرة, وفي عندي حاجة اسمها هجرة كالندر, وفي حاجة اسمها AD كالندر اللي هو التقويم الميلادي والتقويم الهجري. هو انا اعتقد تقريبا كانت لغة من عليكم السنة اللي فاتت الدرس دوت. تمام. طيب AD كالندر هي بتبدأ بالجانيوري, ده الفيرست مانث ان ذا AD كالندر. جانيوري, فبراير, مارش, ابريل, ماي, جون, جولاي, اوغست, سبتمبر, اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. ده AD كالندر. خلاص ده بالنسبة AD كالندر او التقويم الميلادي او المانثز اوف ذا يير. طيب دلوقتي هناخد اكسرسايز صغير على ان انا ازاي اقرا الساعة. telling me the time, ازاي تقول لي التايم. لما يديني مثلا واحدة اكسرسايز زي ده ويقول لي what is the time now, الساعة دلوقتي بقت كام. هو مديني يا مس ان المينت هاند على الوان, وحضرتك لسه قايلة ان الوان دي معناها 5 minutes. ما هو انا مش هقول 1 past 3, لا هقول 5 past 3. طب ازاي يا مس مع ان المينت هاند على نمبر 1؟ بس انا مش بتعامل هنا بالنمبر دي, النمبرز دي بتاعت الاور, لكن المينت هاند بيشير للمينتس. طيب هنا المينتس تبقى كام؟ قلنا تبقى 5. عرفت منين انها 5؟ لان انا بعد المينتس الصغيرة من 12 لحد ما اوصل للوان. قلت النقط الصغيرة اللي جوه دي بتعبر عن المينتس, فلما عدهم الاقيهم 1 2 3 4 5. الفايف جت عند الوان. تمام. يبقى دي it's 5 past 3, it's 5 past 3. اوكي تمام. دلوقتي لازم نتعرف على اليونت اللي انا بقيس بيها, وازاي اعمل converting from one to the other, ان انا ازاي اعمل تحويل من يونت للتانية. طيب هنا بيقولي complete the months of the year are. هنا عايز مني ان انا اكون حفظت months of the year اللي احنا لسه قايلينهم, اللي هي January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and last month is December. بيقولك الordinal numbers corresponding the months are January 1st, February 2nd. هو كده بياخد لك الاوردر بتاعهم او الترتيب بتاعهم. يبقى بعد February March 3rd, April 4th. يعني March هو التالت, April هو الفورث او الرابع, May هو الفيفث او الخامس, and so on. ونكمل كل الاوردينال نمبرز بتاعت المانثز بتاعتي. اوكي طيب مسألة زي دي بيقول لي the day او the days of the week are. هنا مطلوب منك تكتب the days of the week. كام day في الويك؟ الone week قلنا there are 7 days اللي هما مين؟ Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday هو last day of the week. طيب letter I يقول لي one year equal not months. احنا اتفقنا الone year كام month؟ 12 months. طيب الone week طبعا المفروض ان الconcept دي اللي هي year والmonth والday والweek والحاجات دي تكون محفوظة. لازم you should keep it and you should keep the converting unit, وتحفظ كمان التحويل. احنا قلنا ان الone year 12 months. طب الone week 7 days. طب لما يجي يقول لي مثلا 3 weeks, يبقى هقول 3 weeks equal كام days؟ يبقى 3 times 7 equal 21 days. تمام. طيب the months that have 30 days are. ايه الشهور اللي ليها 30 days؟ تمام لازم نبقى عارفينهم. الجانيوري 31, الفبراير 28, المارش 31, ابريل 30. تمام. ونفضل نعد كده لحد ما نطلع مين المانثز اللي ليها 30 days ومين المانثز اللي ليها 31. تمام. كنا زمان كده واحنا صغنططين ادوكا واصغر منكم كانوا بيقولوا لنا على حركه معينه بنعملها بايدنا,
اللي هي تبقى حاطط ايدك كده، الجزء العالي ده يبقى المانث ده 31، والجزء اللي نازل لتحت يبقى المانث 30. تمام، جربوها ولعبه صغنونه كده، هتلاقي نفسك عرفت مين ال 30 ومين ال 31. تمام. طيب هنا بيقول لي complete with the following، عاوز اعمل converting. بيقول لي ال 4 years equal not months. اه لسه قايلين ان انا ال 1 year فيه 12 months، يبقى لو 4 years يبقى هقول 4 times 12 هتديني، اه الانسر ده يبقى هو ده عدد المانثز، هتديني 48. يبقى 4 times 12 equal 48 months. تمام. طيب letter B، 1 year and 2 months equal not months. هنا بقى حب يلخبطني شويه ويصعبها عليا، قال لي دي 1 year and 2 months، عايز كل دول كام month مع بعض، يعني انا هحسب كل دول بالmonths واقول له equal قد ايه. طيب مبدئيا كده ان انا لازم اعمل converting من الير للmonth. ال 1 year بكام month؟ قلنا ب 12. طيب هنا 12 months وكمان and 2 months يعني plus، and 2 months يعني plus 2 months، يبقى plus 2 يبقى 12 plus 2 تديني 14 months، يبقى هنا هكتب 14 months. تمام. يبقى الفاينل انسر بتاعتي او نمبر اوف مانثز اللي هيطلع لي هو 14 مانثز. كل الاكسرسايز بتاعت درس الميجرنج تايم، يا اما ان هو طالب منك انك انت تقول له وات ذا تايم ناو، او طالب منك الكونفرتنج بتاعت التايم. وكده الموضوع بقى ابسط من البساطه، ما فيهوش اي مشكله غير ان انا احفظ الكونفرتنج يونت اللي انا لسه قايله لكم عليها اللي هي دي اليونت اوف ميجرنج تايم. تمام. ودي هصور لكم كمان الورقه دي دلوقتي وانزلها لكم مع الهوم ورك، ومفيش اي مشكله لو في حد مش فاهم اي حاجه قولها لي وانا اعيدها تاني، واتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس كويس، واتمنى لكم التوفيق حبايبي من كل قلبي. السلام عليكم، جود باي.